البطل وديت جيتنا كل دقيقة تزيد محبتنا لمنين العين رحمت جيتنا والله ما نقول قول معانا العالي على أدينا نصرنا وانتي فوقك نشوفك تغلى للتيرا نزرع ايديك تشي بالربحة ورا الربحة والله ما درناك على مرمى قيس العمدوني رقم 13 محمد بن علي 15 هيثم البغدادي 33 حمد الرويد 30 هاشم عباس 5 وسام المغاني 8 خالد القربي على الدين مرزوقي 7 10 مالك الاندلسي 27 الشيخ توري و9 محمد السوداني الاحتياطيون في تشكيلة ملعب التونسي سيف الدين محويشي كحارس مرمى احتياطي رقم 22 34 محمد صالح المدبي 13 بن ضياف 19 مرسل كوسي 6 على السكراني 11 حسين بن يحيى و12 فراس جفالة يدرب الفريق لسعد الدريدي يتواصل الهجوم تابع هذه العملية التوزيع اختيار رأسية وهدف لا كاد يكون الهدف الأول لصالح الملعب التونسي كاد يكون الهدف الأول لكن الامتياز لخميس الثامري شوفوا إعادة رأسية التحذير من الشيخ توري ومحمد السوداني كان يسجل الهدف الأول لصالح الملعب التونسي والامتياز لخميس الثامري خميس رقم 8 مرهان غنام يرفع الكورة خطيرة لصالح القوافل ترجع من جديد مازال مختار تسديدة والامتياز لقيس العمدوري تسديدة قوية من محمد كاي أو أمامكم رقم 21 خطيرة وقيس العمدوني متألق يحط الكرة في الركنية دقيقة 12 من هذا الشوط الأول ينتظر مستقبل كبير عامر شوشان مرهان غنام في المباغتة وهدف الهدف الأول لصالح الخواف الرياضية بقفصة تسديدة من مرهان غنام الدقيقة 22 من الشوط الأول يغالط الحارس قيس العمدوني تسديدة قوية هاي الإعادة التحذير والتسديد بكل قوة على يسار الحارس قيس العمدوني هدف جميل من برهان غنام هاي الإعادة مرة أخرى ميسر الثامري كل قوة والتنفيذ لخالد القربي أمامكم ينفذ في القائمة الثانية حمد الرويد فوق مرمى الحارس خميس الثامري وسام المغني هذه المره في تنفيذ الركنيه في القائم الاول اختيره كانت الكره على هدف التعادل خالد القربي في تنفيذ الركنيه ينفذ في القائم الاول راسيه وتخرج من الشيخ توري او امامكم ليس العمدوني حارس الملعب التونسي مرهان غنام يكون التنفيذ بصعوبة ترجع من قيس العمدوني والثانية ننتظر التنفيذ لصالح القوافل تتنفذ اختيرة مقوسة كانت الكرة وانتهت بضربة تابع العملية التحضير محمد السوداني تسديد وجريمية خطيرة كانت الكرة والتسديدة من محمد السوداني أمامكم عملية اختيرة في الدقيقة 17 من هذا الشوط الثاني الإعادة من الشوط وسام المغني يخلي التنفيذ للبغدادي رأسية وكاد يكون هدف التعادل كاد يكون هدف التعادل هذا غازي شلوف أمامكم يرفع كرة المروان اللاتروجي بكل قوة سدد فوق مرمى يرجع الهجوم يرتفع على ساق اللعب إلى حد الآن وكرة من علاء الدين مرزوقي مباشرة ضربة مرمى لصالح القوافل الرياضية بقفصة 20 دقيقة لعب هاي الإعادة للعملية للهدف اللي أتيحت فرصة هدف الملعب التونسي وراء المجري من جانب قوافل قفصة باش يتم تغيير كل فريق محمد السوداني يسدد فوق المرمى محاولة المباغتة من محمد السوداني وكرة فوق مرمى الحارس خميس الثامري دقيقة 23 أمامكم محمد السوداني وإعادة مباغتة
كره قويه مرت فوق مرمى الحارس خميس الثامن عن طريق اسامه حسني. هذا علاء الدين مرزوقي يرفع الكره في القائم الاول والكره تخرج ضربه مرمى لصالح الملعب التونسي رغم المطالبه بضربه جزاء من ابناء الملعب التونسي. الحكم عامر يرفع الانذار في وجه علاء الدين المرزوقي. والكرة تعود بضربة مرمى لصالح القوافل الرياضية بنفسها الإعادة. تيمو التوزيع توزيع الإعادة العملية من زاوية أخرى. تدخل كان من حمدي العاط من اليمين باش ينفذ. خالد القربي باش يتولى تنفيذ الركنية على يسار الحارس خميس الثامن تتنفذ رأسية وعلى الأرض فرصة هدف التعادل. فرصة هدف التعادل وضرب الجزاء. ضرب الجزاء لصالح الملعب التونسي. ضرب الجزاء لصالح الملعب التونسي في توقيت 35 دقيقة وإنذار يرفع. ها هو شاهدوا الإعادة. تو شاهدوا الإعادة. تو شاهدوا الإعادة لعملية ضربة الجزاء المعلنة من الحكم عامر شوشان. هاي الإعادة. الركنية تتنفذ من خالد القربي. رأسية تسديدة تضرب على العارضة من علاء الدين مرزوقي. تتواصل اللاعب ملقى على أرضية الميدان والحكم عامر شوشان يقول الكرة لمست في يده. نسعد الدريدي وضعية حرجة من زاوية أخرى على دين مرزوقي تضرب على العارضة ثم الحكم عامر شوشان يقول الكرة لمست في يد اللاعب لما كان ملقى على أرضية الميدان. علاء الدين مرزوقي هو اللي باش يتولى التنفيذ. 36 دقيقة لعب. هل يتمكن الملعب التونسي من تحقيق التعادل؟ أم تبقى الأسبقية للقوافل؟ الإجابة بعد التنفيذ من علاء الدين مرزوقي ورد خميس الثامري. دقيقة 37 هل تأتي بهدف التعادل أم تتواصل الأسبقية للقوافل؟ ننتظر التنفيذ على الدين المرزوقي. احتجاج من أبناء القوافل. على قرار عامر شوشان على الدين المرزوقي باش يتولى التنفيذ لصالح الملعب التونسي. على يسار خميس الثامري وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 37 بإمضاء علاء الدين المرزوقي. وفرحة أحباء ومشجعي الملعب التونسي والإعادة. على يسار خميس الثامري في وضعية وزاوية صعيبة. الملعب التونسي يعدل النتيجة هنا في ملعب الشهيد الجويكة. التعادل بين الفريقين ملعب تونسي وقوف القفصة هدف لهدف. تسديدة قوية جانبية لمرمى الحارس تخرج قيس العمدوني لصالح الملعب التونسي. زوقي تتواصل العملية لصالح الملعب التونسي. التحذير شيخ توري. شيخ توري يحب يلعب المراوغة ويسدد في دين الحارس الثامري. حمدي العابدي كرة في العمق خطيرة لمروان الطرودي يسدد جانبية وركنية لصالح قوافل قفصة.